هورا 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 هورا. طالت الحرب أو قصرت فما بيد الغرب حيلة. لقد انفرط العقد والغرب يفاوض ليسترد ما يخسره يوميا، ويا لها من خسارة لا يتوقف عدادها عن العمل. في أوكرانيا بدأت الحكاية حتى وصلت إلى باخموت، وما بعد باخموت ليس كما قبلها. روسيا تجنح للسلام وأمريكا ترفض. أيعقل هذا؟ ترد واشنطن بإغواء طيارين روس لاستدراجهم بطائراتهم فتصل ملايين الدولارات إلى الكرملين. ما هذا الذي يجري؟ هل باع الروس طائراتهم للأمريكان؟ ثم هل يريد الغرب السلام في أوكرانيا حقا؟ إذن فأين هي المبادرة الصينية من الأمر؟ أسئلة حلزونية شائكة ومعقدة تجول في عقولنا وعقولكم، ولكن هنا سنأتيكم بالإجابة. فهيا بنا يا رفاق. سرقة القرن تأتي بنتيجة عكسية. نعم، عندما تحاول أقوى دولة في العالم، ونقصد أمريكا، سرقة سلاح آخر فذلك هو الجنون بعينه. نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة ليست الصين لتستنسخ أسلحة أعدائها. إذن فما الذي يحاول أبناء العم سام أن يفعلوه؟ لقد أربكوا أذاننا قليلا. أعلنت المخابرات الروسية إحباطها عملية سرقة أمريكية لقاذفات الصواريخ النووية الروسية توبوليف 22M3 الأحدث في العالم وأقواها. نعم، هو ما سمعتم، ويا لها من سرقة كانت ستستحوذ على لقب سرقة القرن يا سادة. بدأ الأمر بمحاولة من ضباط المخابرات الأمريكية للتواصل بالطيارين المعتمدين للقاذفات الروسية كتجربة يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل، ووعدوهم بملايين الدولارات مقابل الفرار مع القاذفات النووية. فهل يصل الأمريكان لهدفهم بهذه السهولة؟ ولما لا يا أصدقاء؟ حيث تفاجأ الأمريكان بردود إيجابية من طيارين روس، ما أسعد الأمريكان باعتباره يمثل انتصارا عسكريا ومعنويا يفقد الروس الثقة بجيشهم، ويمثل انتصارا امريكيا يعيد بعض الاعتبار للامريكان وسط الهزائم الكبيرة التي منيت بها واشنطن عسكريا في اوكرانيا. ويا لها من ضربة ستصيب موسكو في مقتل. ازدادت واشنطن ثقة لتبدأ التواصل بالطيارين منذ شهور، واستمرت لفترة من الزمن. عندها ابدى الطيارون خشيتهم من كشف أمرهم بسبب التواصل معهم عبر الإنترنت والهاتف، فمنحهم الأمريكان آلية للتواصل الآمن. وهنا ندخل عدت إليا باشا، حيث استغل الطيارون الموقف ليطلبوا تحويل مبالغ ضخمة لهم، لكنهم يخشون إدخال المبالغ في حساباتهم فيتم كشفهم. واشنطن تأتي لهم بالحل. نعم، هناك طمأنهم الأمريكان وأعطوهم آلية لوصول الأموال بصورة آمنة، وتم تسليمهم من مليون دولار لكل طيار. وهناك المزيد عند إتمام المهمة. يا له من مبلغ مغرم. فلما لا ينفذ الطيارون رغبات الأمريكان؟ بدأت العملية، وطلب الطيارون من الأمريكيين تحديد خط سيرهم بالطائرات وطريقة الفرار، فأبلغوهم بالطيران المنخفض في أجواء أوديسا حتى الوصول غرب أوكرانيا والهبوط في القاعدة الجوية هناك. وهنا كانت المفاجأة الصادمة، ففي اليوم التالي اتصلت المخابرات الروسية بالعناصر الاستخباراتية الأمريكية وشكروهم على المبالغ المالية وكشف آلية التواصل الآمن وطريقة تحويل الأموال لعملائهم. فلم يكن أمام الأمريكان إلا كما يقولها المصريون: أعمل نفسك ميت، أعمل نفسك ميت. فكانت ضربة معلم لموسكو. سلام الغرب العجيب. كل شيء كان يدل على أن الغرب يسعى للانتصار في الحرب الأوكرانية، حتى اقتحمت قوات فاغنر الروسية مدينة باخموت وما بعدها للتاريخ يا رفاق. في ليلة واحدة تغيرت لغة الغرب بشكل كامل حول الأوضاع في أوكرانيا، وبعد أن كانوا وما يزالون مسعري حرب يفرضون العقوبات على روسيا ويدعمون أوكرانيا بالمال والسلاح، أصبحوا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا زاعمين أن روسيا ترفضه، ومستدلين بذلك بزيارات عدد من رؤساء أوروبا إلى الصين. وتلك كذبة سمجة تدحضها الكثير من الحقائق لنوضحها لكم كما يلي.
أولا، زيارات الرئيس الفرنسي ومن قبله الألماني إلى الصين لم تكن من أجل إحلال سلام، ولا يوجد فيها ما يدعو إلى تشجيع السلام مطلقا، لكنهم كانوا مرسلين من أمريكا إلى الصين لدعوتها إلى إيقاف تعاملاتها مع روسيا والعمل بالعقوبات التي فرضت على روسيا من أمريكا وأوروبا، وهذا الأمر أشبه برسالة تحذير للصين وليس دعوة للعمل على إحلال السلام. فيا لا مكركم أيها الغربيون، لكن على مين يا ابن الناس؟ هل تريدون اللعب على الدب الروسي؟ ثانيا، عندما تقدمت الصين بخطة السلام في شهر مارس الفائت، تعاطت روسيا بإيجابية كبيرة مع المبادرة، في حين تم رفضها من أمريكا بلغة قاطعة وبشكل سريع، جعل البعض يقولون إنهم رفضوا المبادرة ربما قبل أن يقرؤوها حتى. لم يرفضوها فحسب، بل اتهم متحدث البيت الأبيض الصين التي تقدمت بخطة السلام بأنها وسيط غير محايد حتى يقبلوا خطتها للسلام. ولهذا جاء رد الخارجية الصينية، وهل الذي يشعل الوضع أكثر ويحرض ويدعم طرفا بالسلاح هو المحايد؟ اتهام واضح لما تقوم به أمريكا مع أوكرانيا. بينما كانت الزيارة الوحيدة لمسؤول أوروبي ذهب فعلا للصين ليدعوها بحرص على الاستمرار في العمل على مبادرتها للسلام، هي زيارة رئيس الوزراء الإسباني الذي ذهب دون موافقة الاتحاد الأوروبي. ولأن دعوته صادقة للسلام، لم تحظى زيارته بتغطية إعلامية مناسبة، وربما تكونوا قد سمعتم بهذه الزيارة الآن لأول مرة. بالإضافة إلى ما سبق، فالرئيس الروسي بوتين كان قد أعلن أكثر من مرة استعداد بلاده الدائم للتوصل إلى السلام، وحتى عندما أعلنت روسيا عن هدنة مؤقتة وإيقاف إطلاق النار من طرف واحد في شهر يناير بداية هذا العام، أعلنت أمريكا وأوكرانيا على الفور أن تلك الدعوة للهدنة بأنها مجرد خدعة وصفنا إياها بالنفاق، وأنها هروب من الهزيمة، مستندين إلى شعور زائف بالزهو والنصر نتيجة انسحاب القوات العسكرية الروسية من خرسون قبلها بنحو شهر. وعندما تزيد لوم بعض الدول على زيلينسكي بسبب ظهوره الدائم وتصريحاته المستمرة الداعية لاستمرار الحرب، ظهر في مشهد تمثيلي يعلن خطة عجيبة للسلام، حتى لو هزمت روسيا فلن تقبل بها، فكيف تقبلها وهي المنتصرة؟ روسيا ظلت طوال فترة العملية العسكرية تؤكد أنها مع السلام الذي يحفظ أمنها لغير، وهذا ما أكدته المستشارة الألمانية السابقة ميركل حين قالت إن الناتو خدع روسيا، وإن اتفاقيات مينسك كانت تهدف لمنح أوكرانيا المزيد من الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية. كما ظهر أمين عام حلف شمال الأطلسي بعدها ليؤكد نفس فكرة ميركل بأن الناتو خدع روسيا التي طلبت ضمانات أمنية بعدم وصول قوات الناتو إلى حدوده، واليوم تفاجأ بأنهم قد أصبحوا هناك على حدود روسيا. وهو نفس الكلام الذي كرره قبل أيام قليلة عندما تم الإعلان عن قبول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. اليوم روسيا تعتذر عن المبادرة الصينية للسلام بتهذيب شديد، وتقول إن الصين هي الأجدر بتقديم مبادرة سلام، لكن الغرب يكذب باستمرار. فمن ذا الذي سيصل لغايته أولا؟ التنين الصيني ومن خلفه الدب الروسي المترقب، أم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون؟ سنترك الإجابة لكم يا أصدقائي.